نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. برلمان كردستان يجتمع الاثنين لإقرار قانون حماية المنتج المحلي والتخطيط، تؤكد أن تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى لارتفاع مؤشر التضخم. والسيسي في الخرطوم لتعزيز جهود التوصل لاتفاق بشان تعبئة سد النهضة، وبايدن يجلب خبراء جدد للبيت الأبيض للتعامل مع التقلبات المتجددة في الشرق الأوسط، ورئيس وزراء باكستان يفوز باقتراع على الثقة في البرلمان، والإكزيس اليابانية تحصل على 5 جوائز للسلامة لعام 2021.